السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بكل أخبار الطقس ببلادنا المغرب وفق آخر تحديثات النماذج العالمية. نستهل النشرة الجوية متابعينا الكرام بتوقعات حالة الطقس ليومه السبت 13 يناير، حيث من المتوقع بإذن الله تعالى أن تستمر الأجواء المستقرة إلى قليلة السحب على مستوى المناطق الشمالية للمغرب وكذلك المناطق الوسطى والجنوبية، مع احتمال هبوب رياح شرقية على مستوى الجنوب الشرقي وكذلك على مستوى أقصى جنوب المملكة. هذا وبإذن الله تعالى تستمر الأجواء المستقرة طيلة يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. أما فيما يخص يوم الأحد 14 يناير فمن المتوقع إن شاء الله أن تستمر الأجواء المستقرة والصافية على مستوى معظم مناطق البلاد، هذا ومع احتمال تسجيل انخفاض في درجات الحرارة خصوصا على مستوى المرتفعات وكذلك على مستوى الجنوب الشرقي للبلاد. أما فيما يخص حالة الطقس ليوم الاثنين 15 يناير بإذن الله تعالى فمن المتوقع دائما أن تستمر الأجواء المستقرة على مستوى معظم مناطق بلادنا المغرب وذلك طيلة يومه الاثنين بإذن الله تعالى. ومن المتوقع إن شاء الله فيما يخص حالة الطقس ليوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى أن تستمر الأجواء المستقرة مع احتمال اقتراب منخفض جوي وذلك خلال الفترة المسائية من يومه الثلاثاء. فمن المتوقع خلال الفترة الليلية من يومه الثلاثاء إن شاء الله أن تعرف المملكة تشكل الغيوم قد تكون مصحوبة بنزول بعض الزخات المطرية خصوصا على مستوى المناطق الشمالية وكذلك الواجهة الغربية للبلاد، وبداية من الساعة الأولى من يوم الأربعاء القادم بإذن الله من المتوقع إن شاء الله أن تستمر أو أن تكون المملكة على موعد مع نزول زخات مطرية ستكون مهمة بإذن الله تعالى على مستوى المناطق الشمالية الغربية للبلاد، حيث من المتوقع بداية من صبيحة يوم الأربعاء أن تعرف مدينة طنجة، أصيلة، العرائش، تطوان، للميمونة، وزان، تابودة، شفشاون وكذلك سيدي على التازي وكمنة وكذلك مدينة طارباط. أن تعرف هذه المدينة نزول تساقطات مطرية ستكون مهمة ومرتكزة على مستوى مدينة أصيلة والعرائش، حيث من المتوقع أن تكون هذه الأمطار قوية بإذن الله. وفيما يخص الساعة الأولى من بعد زوال يوم الأربعاء بإذن الله تعالى دائما أن تستمر هذه التساقطات المطرية على مستوى المناطق الشمالية الغربية للبلاد وكذلك على مستوى الغرب وكذلك على مستوى المناطق القريبة من مدينة الصويرة وأسفي، مع احتمال هبوب رياح شمالية على مستوى هذه المناطق. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. نلتقي في نشرة قادمة بإذن الله تعالى مع مستجدات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.